كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان الحمد لله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو هذا في صحة جيدة وفي احسن حال ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نصايب معكم ان شاء الله اليوم واحد المسمن اللي كيجي زوين بزاف فالبنات. مهم هذا المسمن هذا غادي نطيبه في الفران، نتمنى يعجبكم وان شاء الله بقوا معايا باش تشوفوا معايا المقادير. عندي هنا في المقادير بسم الله جوج زلايف تاع الفورص، دقيق الفورص، وشويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وثلاثه المعالق تاع الزيت الروميه، المعالق كبار البنات، والماء عادي. مهم الماء بارد باش غادي نعجن هذا المسمن هذا. مهم راه كيجي زوين بزاف هذه العجينه هذه، تقدروا تصيبوا فيها اي مملحات بغيتوا يا البنات. مهم بقاو معايا ان شاء الله باش نقد معكم المسمن ان شاء الله. بسم الله على بركة الله نصوبوا المسمن ديالنا، نديرو مليحة البنات، ونديرو السكر، وندير الزيت، صافي. وغادي نجمع هاد العجينة هادي بالماء. بسم الله وهي العجينه ديالنا البنات. المهم راه ما عجنتهاش ما دلكتهاش، غير جمعت الدقيق صافي، حتى ولا ليا بهذا القوام هذا كما شفتوا. وغنخليها في الميكاطا ترطب على خاطرها وعاد نشكلها ان شاء الله. المهم غادي ندير لها شويه ديال الزيت، المهم كتزيدوا الماء البنات، المهم حتى تولي بهذا القوام كما شفتوا معايا. وغنحطها هنايا في الميكا، صافي البنات. وغنخليها حتى ترطب ان شاء الله بين ما صيبت الحشوه، وبقاو معايا. ودابا غادي نصايب معكم الحشوه يا البنات. بسم الله عندي هنايا جوج بصلات مشلضين بهذه الطريقه هذه. مهم البصله تكون رقيقه بزاف باش هاد الحشوه هذه كتجينا معلكه في المسمن. وعندي هنايا لاداند، مهم ديروا القياس اللي تحتاجوا يا البنات. عندي هنا تقريبا واحد نص كيلو ديال لاداند، واحد جوج خيزوات حكيتهم في البلاصه الرقيقه في الحكاكه بهذا الشكل هذا. وغنحتاج في التوابل شويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال الطوماطره، وشويه ديال الملحه، شويه ديال سكنجبير، التحميره، شويه ديال السودانيه، البزار، والعطريه ديال الحوت البنات. المهم الا كاينه ديروها، الا ما كايناش تقدروا تكتفيوا غير بهذه العطريه هذه. وغادي نطحن هاد لاداند هنايا في هاد الماكينه. المهم راه كيجي زوين بزاف البنات الا جبتوه وطحنتوه عندكم في الدار، كتجي فيه الكفته زوينه بزاف. صافي البنات غادي نطحنو ان شاء الله ونرجع معكم. ودابا غادي نشحر البصيله ديالنا البنات، غادي ندير عليها الزيت بسم الله، والملحة، وغنديها تشحر البنات. وعاد نزيد عليها الكفتة ديال لاداند كما شفتوا، هي طحنتها، غادي نزيدها على البصلة الا تشحرات ومعها خيزو ان شاء الله ملي تشحروا كاملين ونرجع معاكم. ودابا شحرت البصلة البنات كما شفتوا، المهم حتى تبالت شوية بهذا الشكل هذا. غادي نزيد دابا الكفتة بسم الله، وغادي نزيد خيزو يا البنات،
وعندي هنا شويه ديال الكزبر ومعدنوس، غنخليه حتى الاخر عاد نزيدو. وغندير دابا العطريه، بسم الله. غندير شويه ديال الثومه، والعطريه ديالنا كامله، وغنعاود نشحر كل شيء البنات ونرجع معاكم. غادي نشكل معاكم العجينه ديالنا البنات. شتو تبارك الله، ملي كتخليوها ترتاح مزيان كتولي بحال المسكه البنات، شتو، وكتكون مزيانه بزاف، كيجي فيها المسمن زوين. غادي ندير شويه ديال الزيت وغنقسمها كويرات صغار بهذا الشكل هذا كما شفتوا. المهم غادي نقسمها كامله بحال هكا ونخليها ثاني واحد 5 دقائق ونرجع معكم باش نعمروا المسمن ديالنا. وغادي نشكل معكم المسمن ديالنا البنات. المهم المسمن راه خليت العجينه ترتاح ثاني واحد 5 دقائق كما شفتوا معايا. بسم الله، غادي ندير شويه ديال الزيت وغادي نسرح المسمنه. صافي البنات، وعندي شويه ديال الزبده مذوبه بهذا الشكل هذا. وها هي الحشوه ديالنا البنات كما شفتوا. المهم راه خليتها درتها في الطبسيل وخليتها حتى بردت مزيان، وزدت معاها شويه ديال الفرماج الاحمر، وغنخلط كل شيء بهذه الطريقه هذه. صافي البنات، وغادي نعمر المسمنه بهذا الشكل هذا. بسم الله، صافي، وكنردو هذا الطرف هذا ونردو الاخر بهذا الشكل هذا البنات كما شفتو. صافي، وكنلوي في المسمنه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنبدا نقادها. المهم بهذه الطريقه هذه البنات، غنعاود معكم واحده اخرى. عندي هنا لاطا دهنتها بالزيت، كنسرحوها مزيان بهذا الشكل هذا البنات، وندير شويه ديال الزبده. صافي، وكنديروا الحشوه. كنديروا لها الطريقه هذه البنات. صافي، وكنلويو في المسمنه ديالنا بهذا الشكل هذا. صافي البنات كما شفتوا، غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل كامل هذا المسمن اللي عندي ان شاء الله ونرجع معكم. وهذا هو المسمن ديالنا البنات. المهم بعد ما شكلته كامل كما شفتوا معايا، هذا هو القياس اللي خرج ليا، ودهنته كامل بصفر ديال البيض والقطرات ديال الخل، ودرت ليه هكايا في الجناب شويه ديال البافو، ولا ديروا الجنجلان، ولا خليوه غير هكاك. المهم راه كيجي زوين بزاف بهاد الحشوه هادي، راه كتكون معلكه بزاف وزوينه. المهم ان شاء الله نتمنى يعجبكم وتجربوه، وغندخلو دابا للفران ملي يطيب ان شاء الله، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا البنات كما شفتوا معايا، راه تبارك الله راه كيجي زوين بزاف
نتمنى تجربوه ويصدق معكم ان شاء الله، وكنشكركم بزاف على المتابعة ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين يا ربي. المهم غادي نقسم معكم واحد المسمنة باش تشوفوه كيفاش داير، راه تبارك الله كيجي زوين بزاف. زوقتو هنايا بشوية ديال الفرماج الحمر من الفوق وشوية ديال الوريقات ديال المعدنوس كيما شتو. المهم البنات الزواق كيبقى على حساب كل واحد باش بغى يزوق المسمن ديالو. شفتو راه طايب وزوين تبارك الله ومقرمش، شفتو على البنات شفتو بحال الورقة ديال البسطيلة. شفتو هاد سميتو هاد العجينة ديال هاد المسمن راه زوينة بزاف. شفتو على البنات نتمنى يعجبكم ان شاء الله، وكنشكركم بزاف وبسلامة عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.